النادي الاهلي غني بابنائه، انا عامل مكالمه مع كابتن سيد عبد الحفيظ فبنقلها للناس، فيها اخبار بنقلها للناس. فلا انا متحدث باسم الاهلي ولا انا لي اي صفه رسميه في الاهلي، واتشرف بالنادي الاهلي، لكن انا لا بعمل في النادي الاهلي ولا في الزمالك ولا هعمل. المهم ديانج يا كابتن سيد ازاي ومش ازاي وبتاع، قال لي مبدئيا عاوزين نقول للراي العام ان إليو ديانج يسافر الى مالي لان هو موقوف ومش هيلعب غير بقى الماتش اللي بعد ده، ماتش دجله يوم الجمعه اللي بعده اهو، فهيسافر لتجديد جواز السفر. يسافر إليو ديانج خلال فتره التوقف لتجديد جواز سفر والعوده. قال في الاخر ان الكارت الاصفر امر تقديري للحكم ومش موجود في الفار، لكن انا ما اعرفش هم ليه عملوه، لكن في الاخر كل التقدير لكل الحكام، لكن نرجو ونتمنى تطبيق نفس المعيار على الكل، يعني المعيار يبقى ماشي وبيتطبق على الكل. طيب بالنسبه لي ياسر ابراهيم، قلت له ياسر ابراهيم انا حاسس انه مش كامل، يعني يعني مش فت. فقال ان ياسر ابراهيم لما اصيب امام سموحه في المباراه الوديه لعب، كنا مضطرين انه يلعب امام اسوان لغياب ربيعه، فما كانش يعني خد كل ايه استعداداته بنسبه 100%، فاتمرن تمرينه واحده ولعب المباراه، ثم اصيب محمود متولي وكان مضطر انه يشارك، فقال وارد انه ما كانش كان جاهز بنسبه 100%، لكن ياسر ابراهيم من الركائز الاساسيه للفريق، واتمنى ان الجمهور يدعمه بعد الغلطه بتاعت مباراه القمه مع مصطفى محمد، لانه مدافع محترم وانسان محترم وله كل الاحترام وكل التقدير، وحاجه مكسب كبيره كبير. طيب اخر سؤال وجهته للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي كان عن مباراه الوداد المغربي وكيفيه الاستعداد لها، فاجأني بان هتبقى في مشاكل كبيره جدا في الحجز الفنادق والملاعب، وان رغم النادي الاهلي بيقوم باتصالات لحجز الفنادق والملاعب، لكنه قال لي ان الامر يستدعي مني السفر للاطمئنان على الفندق وعلى الملاعب، والا يكون هناك اي تضارب في مساله مين موجود ومين مش موجود وكلام من ده. قال لي ما تنساش ان هيبقى في اربع فرق بيلعبوا الكونفدراليه، بيراميدز وحونيه كوراكري وفرقتين من المغرب حسنيه اغادير وكده، فقال هيبقى في زحمه بجانب الاهلي والزمالك والوداد والرجاء. قال لي فوارد ان الملاعب يبقى فيها مشاكل، فانا هسافر بنفسي، لكن امتى الله اعلم هيحصل، لكنه قال ان الاستعداد لمباراه الوداد، قال كل اللي بنتمناه خلال مباريات الدوري المقبله ان ما تبقاش في اصابات جامده، ان الفرقه تخش مباراه الوداد وهي فايقه وهي فايقه، وقال ان الفوز امبارح على الجونه ادى دفعة معنوية وخرج اللعبة من حالتها، وقال أجمل ما في هذا الفوز أنه جاء بأقدام مهاجم الفريق مروان محسن، وبإذن الله الأوضاع تتحسن في المباراة القادمة. دي كانت حصريات مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. قال معلومة تانية، قال إن وليد سليمان نزل التدريبات بعد الكدمة اللي كان خدها في صدره، وكان غايب عن التدريبات في الفترة اللي فاتت، فنزل التدريب ويستعد للمباراة القادمة أمام النادي المصري يوم السبت المقبل بإذن الله في استاد برج العرب، وقال إن إصابة أيمن أشرف إصابة بسيطة هي كدمة، وقال إن 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 كل شيء ماشي تمام بفضل الله. بقول له في النهارده بعض المواقع يقول لك إن كان في ثلاث إنذارات لديانج ومش ثلاث إنذارات لديانج ولعب امبارح بالغلط، فقال لي ما تشغلش دماغك بالكلام ده، إحنا عارفين إن إحنا ماشيين صح، ودي محاولات لإثارة البلبلة، لكن كل إجراءاتنا سليمة ومع اتحاد الكورة إجراءاتنا سليمة. طيب عاوز أروح على لاعب بتزداد فرصه في العودة للنادي الأهلي أو في الانضمام للنادي الأهلي، وهو نجم خط وسط أو صانع ألعاب مصر المقاصة ونجم الزمالك السابق كابتن محمد إبراهيم. خد مني ده على لساني مش على لسان كابتن سيد عبد الحفيظ، خد مني إن هو خلاص كده تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ انتهى، خد مني ان بتزداد فرصه بقوه في الانضمام للنادي الاهلي وفي مركز صانع الالعاب بعد تالقه المستمر مع المقاصه، وزادت فرصه ايضا في العوده لمنتخب مصر الاول. السيد هشام من نيويورك، اهلا بك يا استاذ السيد. ايوه كده كاتبها بالعربي،
كاتبها بالعربي اهلا بيك اهلا بيك. ف بتزداد فرص محمد ابراهيم في الانضمام للنادي الاهلي في مركز صانع الالعاب. عاوز اقول حد مقرب، حد مقرب، لما بتكلم ببقى عارف انا بتكلم ازاي، من المشرف على كره القدم في نادي الزمالك امير مرتضى، تواصل مع محمد ابراهيم لمعرفه رايه في العوده لنادي الزمالك في ظل هذا المستوى. المفاوضات الزمالك غير جديه، لكن كان الهدف من الموضوع هو معرفه توجه محمد ابراهيم في نهايه الموسم، ومحمد ابراهيم بتزداد فرصه في الانضمام الى النادي الاهلي. خلي بالكم ان محمد ابراهيم راح المقصه، واسلام جابر راح الزمالك اظن كان ب 17 مليون. الامر الاخر بالنسبه لدي صبر المدرب الفرنسي الشهير اللي هو مرن الاسماعيلي ومرن بيراميدز، قال ان محدش كلمه، تواصلنا معه مباشره فريق العمل، وقال ان محدش كلمه من النادي المصري للعوده الى تدريب الفريق، وقال ان هو مستمر في تدريب فريق شامو نيويورك الفرنسي. طيب عاوز اروح لخبر اسعدني انا شخصيا، مصطفى محمد انا بقول عليه دايما انه هداف مصر الاول ومهاجم مصر الاول، والجون العالمي اللي عمله في مباراه القمه عالمي عالمي. وسبق لي قبل كده ان انا رفضت تحامل الكابتن احمد بلال عليه، لانك انت لعيب شاب تاخده بحنو وتوجيه، لان احنا في رياضه ربنا حباب موهبه فتنمي الموهبه وهكذا. مصطفى جاي له عرض من نادي جلاتا سراي التركي ب 3 مليون يورو. الرقم ممكن ما يخدش قوي، يعني الرقم ممكن ما يخدش قوي، لكن الرقم حلاوته في ان هو اصبح حديث حديث الناس في تركيا على ان هو صلاح الصغير. انا فرحت جدا 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 بهذا المنشد. ده معناه ان انا اتمنى بقى لمصطفى محمد مش يروح تركيا، يروح الدوري الانجليزي. طب هتقول لي محطه، اقول لك ماشي، يروح الشامبيونشيب يتاقلم وبتاعه كلام من ده، وبعدين يطلع وهيلاقي هناك حبايبه واخواته ان تريزيجيه واحمد المحمدي وصلاح ياخدوا بالهم منه، وممكن يلاقي كمان سام مرسي في تركيا. انا بحس انها يعني انت رايح تعمل فلوس، او انت رايح يعني. فمصطفى محمد نجم كبير، جلاتا سراي من الفرق الكبرى والعظيمه في تركيا، لو رايح تركيا ويضع في عقده ما يمكنه من الاحتراف مستقبلا في اي دوري اخر يجي له في عرض قوي، اتمنى ده. طيب رمضان صبحي اللي كان في الدوري الانجليزي وفضل انه يجي مصر ولم يوافق في الدوري الانجليزي، ارسل، انا عارف ان كنتوا مش مهتمين بالموضوع ده والله، من غير ما تقول لي والله انا عارف انك مش مهتم برمضان صبحي، ارسل الى هيدرسفيلد اقرار رغبه باللعب في نادي بيراميدز عشان ان هم يعني يتساهلوا في المفاوضات مع اداره نادي بيراميدز وانهاء اجراءات عودته. ايوب الكعبي المهاجم المغربي الشهير اللي فسخ عقده مع الفريق الصيني اللي كان بيلعب له، الزمالك بدا يفتح معاه قنوات اتصال للعب لنادي الزمالك. كان سبق لبيراميدز انه عرض عليه 1.7 مليون دولار في الموسم، خاصه وانه لاعب حر مقابل الانضمام الى نادي بيراميدز. كريم العراقي ظهير ايمن المصري تامر النحاس وكيله تلقى رغبه من النادي الاهلي في الحصول على خدماته في هذا المركز، خاصه بعد تالقه وابداعه في مباراه محمد متولي من كندا. اهلا بك يا اسمع. بعد ما تلقى رغبه من المسؤولين في النادي الاهلي، وكان قبل كده المفاوضات فتحت لكنها وقفت في هذا الاطار. طيب اللي انا بقى عاوز اقوله ان 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 كريم العراقي مدافع ظهير ايمن متميز، وان الاهلي ايضا انا قلت لكم انه فاتح مع رجب بكار، وان هم بيتكلموا معاه للحصول على خدماته بنهايه هذا الموسم، نظرا لحاجه الفريق اليه، ونظرا ان كابتن احمد فتحي يرحل الى بيراميدز، فبيراميدز فيها رجب بكار وفيها عمر جابر ورايح احمد فتحي، فمشي ثلاثه في نفس المركز. لا طب لو بقوا ثلاثه، احمد فتحي يلعب ديفندر، واحمد فتحي يلعب مساك،
واحمد فتحي لو الفرقه اتزنقت ممكن يلعب حارس مرمى، ما عندوش مشكله. ف بنحاول نشوف المهندس فرج عامر، لان تم تحويله الى لجنه القيم في اتحاد الكره المصري لانتقاده للحكام، وهو قال انا عاملوني زي ما عاملتوا مين؟ مرتضى منصور، لان هما الاثنين عندهم حصانه والاثنين اعضاء مجلس نواب. فعاوز اشوف لو هو متاح يعني او كده يجي يقول لنا ايه رايه في اللي بيحصل، لان الموضوع ان هو المهندس محمد فرج عامر بيتعرض الى ظلم شديد هو وفرقته في الفتره اللي فاتت، فبالتالي بيفضفض. فهم دلوقتي عاوزين يحرموه من الفضفضه، قال لك ما تفضفضش، هتخش على لجنه القيم. واللي بيحصل من تحويل الناس للجان بسبب انتقاد الحكام هيعمل انضباط. بس وانت بتعمل ده ما تبقاش في سرعه في القرار مع